السابعة. قال العلامة المجلسي في كتاب زاد المعاد: روى الكليني والطوسي وغيرهما بسند صحيح عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان في أول السنة، أي اليوم الأول من الشهر على ما فهمه العلماء. وقال عليه السلام: من دعا الله تعالى خلوا من شوائب الأغراض الفاسدة والرياء لم تصبه في ذلك العام فتنة ولا ضلالة تضر دينه أو بدنه، وصانه الله تعالى من شر ما يحدث في ذلك العام من البلايا، وهو هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم إني أسألك باسمك الذي دال له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبعزتك التي قهرت كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. يا نور يا قدوس يا أول قبل كل شيء ويا باقيا بعد كل شيء. يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تدين الأعداء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفنايا واغفر لي الذنوب التي تورث الندم واغفر لي الذنوب التي تهتك العصام
وألبسني درعك الحصينة التي لا ترى، وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبلي سنتي هذه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم ورب إسرافيل وميكائيل وجبرائيل ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم وتدفع كل محذور وتعطي كل جزيل وتضاعف الحسنات بالقليل وبالكثير وتفعل ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن. صل على محمد وأهل بيته وألبسني في مستقبلي سنتي هذه سترك ونضر وجهي بنورك وأحبني بمحبتك وبلغني رضوانك وشريف كراماتك وجسيم عطيتك وأعطني من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك وألبسني مع ذلك عافيتك يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا دافع ما تشاء من بلية يا كريم العفو يا حسن التجاوز توفني على ملة إبراهيم وفطرته وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته وعلى خير الوفاة فتوفني مواليا لأوليائك ومعاديا لأعدائك. اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك
أجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين. وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني أخاف ضرر عاقبته وأخاف ما ابتكى إياي علي حذار أن تصرف وجهك الكريم عني فأستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم. اللهم اجعلني في مستقبلي سنتي هذه في حفظك وفي جوارك وفي كنفك وجللني ستر عافيتك وهب لي كرامتك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم اجعلني تابعا لصالحي من مضى من أوليائك والحقني بهم واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم وأعوذ بك اللهم أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي فيحول ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك. اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفا. اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله هول عدوه وفرجت همه وكشفت غمه وصدقت وعدك وأنجزت له عهدك. اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي. أسألك سؤال من أساء وظلم واستكان واعترف وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب
التي حصرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي. وأن تعصمني اللهم من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي يا الله يا رحمن يا رحيم. صل على محمد وأهل بيت محمد وآتني كل ما سألتك ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت لي بالإجابة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. أقول أي المؤلف، قد أورد السيد هذا الدعاء في الليلة الأولى من هذا الشهر، اليوم السادس في مثل هذا اليوم من سنة 201 بويع الإمام الرضا عليه السلام، وذكر السيد أنه يصلى فيها شكرا ركعتان، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد سورة الإخلاص 25 مرة.